أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن المواطن هدف عملية التنمية وغايتها باعتباره الأساس والمحور الذي توجه إليه كافة المشاريع والخدمات، مشيرا إلى ما توليه المملكة من اهتمام بتوفير الخدمات الإسكانية للمواطنين بمعايير عالية، ومنوها بأهمية توفير الخدمات والمرافق العامة عند إنشاء المدن الإسكانية الجديدة كأولوية عند التنفيذ، وكذلك كافة أعمال البنى التحتية لتكون ذات معايير مميزة تواكب الطموح بما يعكس رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. جاء ذلك لدى استقبال سموه حفظه الله بقصر قضيبية اليوم بحضور معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان الذي قدم لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء عرضا خاصا بمدينة سلمان يحوي كافة المخططات النهائية للخدمات بشكل شامل وأعمال البنى التحتية المختلفة للمدينة، وذلك تنفيذا لتوجيهات سموه في الملتقى الحكومي 2019 بالإسراع في استكمال خدمات البنية التحتية للمدن الإسكانية الجديدة. وقد استعرض سعادة وزير الإسكان خلال اللقاء آليات ومراحل وأولويات التنفيذ في مدينة سلمان والمخططات التفصيلية للخدمات. شدد صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ضرورة أن يحظى تنفيذ المخططات النهائية للخدمات والبنى التحتية في مدينة سلمان ومدينة شرق سترة وجميع المدن الإسكانية الجديدة بكل الاهتمام من قبل كافة الجهات ذات العلاقة من خلال العمل بروح الفريق الواحد للوصول للهدف المنشود، مما يمكن كافة المواطنين الذين سينتقلون للسكن فيها من الحصول على جميع ما يحتاجون إليه من مرافق وخدمات في هذه المدن، مؤكدا سموه على ضرورة مضاعفة وزارة الإسكان وبالتعاون مع الجهات الحكومية الخدمية الأخرى ذات العلاقة الجهود الكبيرة التي قامت بها خلال الفترة الماضية للانتهاء من تنفيذ المدن الإسكانية الجديدة والتي ستوفر أمام المواطنين آلاف الوحدات الإسكانية، ومشيدا سموه بجهودهم التي تسهم في تعزيز ثقة المواطن بالقدرة على توفير الوحدات الإسكانية وافتتاح المدن الإسكانية الجديدة.